لذلك نجم نقولوا المرة هذه مبروك 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 لكل الأسادة النواب. والله مبدئيا نجم نقولوا سي حاتم ان شاء الله ان شاء الله الامل كل امل قبل كل شيء. صباح الخير، تحيه حره ليكم، تحيه الجوهره، مشكور سي حاتم، مشكور سي خليفه. نحن في اطار معنا استقبال السيد الرئيس، لانه يعني نحن في الحقيقه توجهنا يوم الاربعاء اثناء التحرك الوطني السابق بتاريخ 26 جوان الى مؤسسه رئاسه الجمهوريه. كان الاستقبال جيد، رفعنا المطالب نتاعنا. الحاجه اللي معناها كما نقولوا عجبتنا بين ظفرين انه تم استقبال السيده الوزيره، السيد وزير التعليم العالي، تاكيد واضح تقريب للمره الرابعه منذ انطلاق تحركاتنا يتم معنا التاكيد من قبل السيد الرئيس على تسويه الوضعيه. ناملوا كما تعرف سي حاتم راهي تسويه الوضعيه ديما راهي نتاع اعتمادات ماليه كما نقولوا، راهي ديما عند وزاره الماليه. نعم، لكن إذا كان رئيس الجمهورية أعطى هذه التعليمات أكيد وزارة المالية باش تنفذ وتتبع وتلقى الآليات الكلها. أعطيني وين وصلتوا في عملية التحيين، هل تمت هذه العملية وكملت وما فيهاش بعض الإشكالات اللي تحدثنا عليها سابقا مالك؟ هو بالنسبة لي سي حاتم اسمح لي، خاطر ثم إخلالات على مستوى المندوبيات. الحقيقة أنا حتى الزملاء يأكدوا على رفع من المنبر هذا، لأنه نعرف عنده قبول وسكسي البرنامج هذا. الحقيقة المندوبية كما القيرة وين فيها خلل كبير، صار إشكال صغير على مستوى الزغوين، سيدي بوزيد إشكاليات كبيرة. الحقيقة وزارة التربية تقريبا هذا البلاغ الخامس أو السادس في إطار ضبط القائمة، تقريبا هذا باش يكون البلاغ الأخير باش يشوف نهار 23 جويلية. نحن من المنبر هذايا دعوة إلى وزارة التربية لمتابعة وضعية التحيين في هذه المندوبيات، لأن الأرشيف ضايع. رفضوا في بعض الأحيان تسليم معنا شات خدمات لزملائنا النواب، اللي هي ذيك معنا الدليل الوحيد باش تعرف كما نقولوا السكور نتاعك. سينو معنا عملية تقدم جيدة على مستوى الإداري والفني. وزارة التربية أنجزت عمل مهم شيق. بالنسبة للمنصة حاضرة، المنظومة حاضرة. بالمناسبة أنا مكتب الإعلامي نحب نوجه له هي، لأنه تطبيقها مكنتنا من ضبط تقريب ولو بنسبة كبيرة 80% عدد الأسادة النواب. نعم، قديش العدد دوا؟ هو بالنسبة لنا سي حاتم العدد الأسادة النواب فوق في حدود 9000. احنا طالبنا في الإطار هذا أثناء اجتماعنا مع السيدة الوزيرة اللي نحيوها بالمناسبة في إطار التفاعل الجدي معها، طالبنا الحقيقة بثلاثة دفعات لأنه ملف اليوم عمره 16 سنة. طالبنا زادة بتفعيل دفتر العلاج اللي فيه تم إشكالية زادة مثلا في بن عروس، أنه احنا مثلا في سليانة ناخذوا دفتر علاج، ولكن باعتبار أنه المتخلفات المالية ما زالت موجودة ما تمكنوش من أخذ معنا كرني العلاج. هذا وين هذا؟ في بن عروس فقط؟ في بن عروس فقط ولا في مختلف المندوبيات؟ في بن عروس، في سيدي بوزيد، صارت إشكالية زادة في جندوب على مستوى التحيين. ثم بعض المندوبيات الحقيقة سي حاتم فيها خلل كبير حتى في عملية خلاص، لأنه دفتر العلاج سي حاتم يقتضي بالضرورة أنه عملية خلاص نتاعك تكون مسترسلة. أول حاجة احنا ما نخلص بشكل مسترسل، ولكن وزارة التربية في علاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية أنجزت حاجة إيجابية باش تمكنا من دفتر العلاج، ولكن في بعض الجهات خاطر ثم برشا متخلدات وثم فترات ما تخدمتش، هذا اللي عاطل معناها تسلم عملية دفتر العلاج. يا أخي المتخلدات مازالت عندكم برشا متخلدات عند الوزارة؟ هو بالنسبة للمتخلدات ما زالت موجودة سي حاتم، تلافيناها أو تفاديناها في عملية التحيين، لأنه نحن تقدمنا بمقترح أنه نخدموا على الإكستري اللي موجود في المندوبية، كانت عملية ناجعة ولكن برشا ناس ما خلصوش. حاجة نحب نأكد عليها، احنا أفريل وماي وجوان اليوم ما خلصناش، معناها عندنا زملائنا اللي دخلوا جدد أغلبهم ما خلصوش حتى من لي من أول العام، وهذا الحقيقة راهو تقاعس من بعض المندوبيات لأنه ماهمش الكل. مثلا احنا عندنا نواب جدد في سليانة خلصوا، في منوبة ما خلصوش. اعطيني نختم معناها قلت تقابلت انت والسيده الوزيره، هل كانت في الايامات الاخيره ولا معناها قبل ما تصرح الوزيره تقول مالك العياري ولدي، تقول هذا في البدايه ولكن عندها عتاب ولوم على بعض مواقف مالك العياري المنسق الوطني للأسادة النواب، هل تقابلته بعد هذه التصريحات؟ هو بالنسبه للسيده الوزيره قابلناها بتاريخ 8 ابريل، وقابلناها مره اخرى، واخر مره قبل
استقبلناها 26 جوان يوم الأربعاء أثناء تحرك وطني وتعدينا رئاسة الجمهورية. بالنسبة للسيد الوزير، هل توضحت هذه النقطة؟ علاش تلوم عليك السيدة الوزيرة؟ توضحت النقطة وأذبنا الجليد كما يقولوا. هو سي حاتم طبيعة المطالب هذه الاجتماعية والقطاعية بالطبيعة يطلع فيها شوية تونسيون، ولكن الحقيقة نحن نحيي وزارة التربية على الاستقبال ووضحنا الأمور متعرف رو سي حاتم في سياق مطلب يا رو ساعات واحد يشد حتى بقشة معناها على أمل أنه تتسوى وضعيتنا. نحن حبينا كما نقولوا ندفع كل التقاطعات الموجودة في تونس على رأس الإعلام، ونحييكم مرة أخرى لأنه نحن من غير إعلام ومن غير مجتمع مدني ومن غير كذا وكذا ما كناش نوصلوا. ما كانش معناها مؤسسة رئاسة الجمهورية يصير تجاوب جد هذايا، والآن سي حاتم إن شاء الله التجاوب هذايا يتفعل لأنه رأس السيد الرئيس نحن نحيوه. هذه تقريبا المرة الرابعة وديجا موجود على الأفيش تاع باج رئاسة الجمهورية أكد على تسويت وضعية النواب سواء المعلمين أو الأساتذة. واضح، شكرا لحضرتك، ان شاء الله مبروك، ان شاء الله تتسوى هذه الوضعيه والملف اللي اكيد كان الملف نتاعنا خليفه، وقفنا بقل مسؤوليه لهنا لانه نعتبر اولادنا هذا الاساتذه النواب والمعلمين النواب واستقرار المنظومه التربويه، واستقرار المنظومه التربويه قاعدين يقوموا مجهود كبير لوليداتنا زاد اللي يقراوا في أكيد المدارس وفي المعاهد. شكرا، ان شاء الله عوده ما فيها حتى انقطاعات او خلل. شكرا ليك ملك العيار.